جزيرة سقطرى البعيدة عن الصراعات القريبة من كل تبعاتها، طوابير طويلة تختصر الكلمات وتصف واقع أكبر المحميات الطبيعية اليمنية وأغناها، إذ تعاني الجزيرة من أزمة وقود خانقة. في كل عام منذ يونيو وحتى منتصف سبتمبر تدخل الجزيرة في موسم رياح تتسبب بهيجان البحر، ما يصعب إيصال المشتقات النفطية إليها. وبحسب مصادر فإن السلطات عادة ما تستعد لهذا الموسم بتزويد الجزيرة بالكمية التي تحتاجها طيلة تلك الفترة، لكن هذا العام وبسبب الحرب الدائرة في البلاد لم تكن الكمية المخصصة للجزيرة كافية، فضلاً عن انعدام الغاز المنزلي منذ اندلاع الحرب، مما اضطر الأهالي لقطع أشجارها النادرة بغرض التحطيب لتهدد بالشطب من قائمة اليونسكو كموقع تراثي. لا جديد، فسكان الجزيرة المنسية طالما عانوا من نقص الخدمات ناتجة عن إهمال السلطات المتعاقبة لها، لتأتي الحرب وتفاقم من وضعها. فالمحافظة المحرومة من حقها في التنمية وحق أبنائها في الخدمات، كانت قد عجزت سلطتها المالية مطلع الشهر الجاري حتى عن سداد مستحقات إيجار المبنى التابع لها.